Hey, Dad. Have you ever heard of a guy named Peacemaker? No. It's been kind of a rough go for me lately, Dad. You don't say. He is a trained killer. Somebody shot me, a building fell on me. You let somebody shoot you? We've got trouble with that maniac. I thought you were in prison for life. I work for the government. Go! What are you waiting for? Post office? You think they'd let me out of prison to deliver mail? I don't know. It's the first government job I could think of. That thing better not crap back there. Can't house train an eagle, dude. Not without stealing its soul. We call our targets butterflies. They are a serious threat to the safety of American citizens. Hey, everyone! Which one's me and which one's Eagly? I thought you loved peace, no matter how many men, women, and children you needed to kill to get it. Dad, maybe I'm a grower, not a shower. You're comparing yourself to a chode. My advice? Cut it out with the introspection. Your dad is not a good man. Eat peace, mother. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه مسلسل بيس ميكر. المسلسل بطوله جون سينا وجينيفر هولاند ودانيال بروكس وفريدي ستروما وتشوكويدي اويجي وستيف ايجي. والمسلسل كتابه جيمس جان ومن اخراج جيمس جان وبراد اندرسون. طبعا المخرج جيمس جان مشهور بكتابه واخراج اعمال قبل كده جميله، من ضمنها جارديانز اوف ذا جالاكسي الجزء الاول والثاني وفيلم ذا سوسايد سكواد اللي كان نزل السنه اللي فاتت. شخصية المسلسل مأخوذة من شخصية الكوميكس الشهيرة لدي سي، واللي ظهرت أول مرة في قصة فايتن فايف العدد الأربعين سنة 1966. المسلسل بيتكون من 8 حلقات، وأول 3 حلقات نزلت على شبكة HBO Max من يوم، فالمراجعة دي هتكون بالنسبة لأول 3 حلقات. احداث المسلسل بتكون بعد فيلم زي سوسايد سكواد، وبعد ما بلاد سبورت ضرب بالمسدس بيس ميكر، فاللي حصل ان بيس ميكر ما ماتش ولا حاجه، بالعكس ده فضل في المستشفى لمده 5 شهور بيتعالج. فبعد المده دي الدكتوره بتزوره وعشان تكشف عليه، وبتقول له انت كده خلاص بقيت 100 100، فيلا قوم روح. فطبعا هو مش مصدق طبعا، وخرج من المستشفى بالراحه وكله حذر لحد ما اخد تاكسي عشان يروح البيت. ساعتها بقت الفرحه مش سايعاه وبقى مبسوط جدا. فاول ما وصل للعربيه اللي هو ساكن فيها وهيبتدي بقى ينعم بحياه هادئه، لكن فجاه دخلوا عليه ناس ماسكين مسدسات ومعاهم واحد اسمه كليمسون مورن، وبيفهمه وبيقول له ان هو شغال تحت اماندا ويلر، وعندي مهمه جديده علشانك ولازم تعملها علشان تفضل بره السجن. وبتبتدي احداث المسلسل. رأيي في المسلسل بالنسبة للثلاث حلقات الأولى اللي شفتها يعتبر جميل مش وحش، وأقدر أقول باختصار إن كاتب ومخرج المسلسل ده اللي هو جيمس جان الراجل ده مجنون، عشان نظامه وستايله في الإخراج غريب جدا، فنفس الستايل اللي اتعودنا عليه في The Guardian of the Galaxy وفي فيلم The Suicide Squad تقريبا ما اتغيرش. فنظام الراجل ده انه يخلط ما بين المواقف الكوميدية والمشاهد الكوميدية بالمواقف الدرامية بطريقة غريبة جدا، وبطريقة مش غريبة بس لا، وغير متوقعة كمان. على سبيل المثال وانا بتفرج اتفاجئت في تتر المسلسل وفي بداية المسلسل ان كل ابطال المسلسل كانوا بيرقصوا قدامي، وفي وقت ما كانوا بيرقصوا كان على وشهم الجدية بطريقة رهيبة. فسمعت في حديث صحفي كانت ناس بتتكلم مع جيمس جان، انت ليه عملت كده او ليه خليت تتر او بداية المسلسل بالطريقة دي؟ كانت الصراحة اجابته بسيطة جدا، وهي انه مش عايز المتفرج يدوس على زرار الفاست فورورد او الزرار اللي بيجري المشاهد في الريموت كنترول ده، بالاضافة كمان لبعض المشاهد الحركة او مشاهد الاكشن اللي كانت في 3 حلقات بتاعت المسلسل كانت جميلة مش وحشة.
اما بالنسبة للحاجة اللي ما لقيتهاش قوي في الثلاث حلقات وتقريبا هتكمل في بقية الحلقات الجاية، وهي ان كمية الكوميديا كتيرة جدا وبطريقة فظيعة. انا عن نفسي بحب الكوميديا، لكن انه يكون كل 5 ثواني مشهد كوميدي او سيناريو وحوار كوميدي، ده بالنسبة لي يعتبر كتير جدا. فحسيت وانا بتفرج ان انا مش بتفرج على مسلسل اكشن او مسلسل كوميدي، بالعكس ده ممكن مسلسل احطه بجنب مسلسلات السيت كوم. بالعكس مسلسلات السيت كوم الكوميدي كمان جرعة الكوميديا ما بتبقاش بالكمية دي. فبسبب الكمية دي ما بقيتش مهتم خالص بقصة المسلسل، ولا بقيت حاسس بمستوى الخطر اللي ممكن بيهددهم، علشان المسلسل بالنسبة لي بقى مجرد مسلسل كوميدي بحت. والموضوع ده خلاني قلقان جدا على مستقبل دي سي مع شركة وورنر بروس. فما بقيتش عارف هل وورنر بروس معجبهاش العالم اللي كان عمله زاك سنايدر قبل كده عشان عجبها العالم بتاع دي سي من وجهة نظر جيمس جان. انا معرفش اجابة على السؤال ده للأسف. خلاصة الكلام، مسلسل بيس ميكر بالنسبة للمشاهد اللي يعجبه الكوميديا البحتة ومن غير قصة قوية او تمثيل كويس، المسلسل ده هيعجبه. تقييمي للثلاث حلقات الاولى من مسلسل بيس ميكر هو 5.5 من 10. واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.